من السهل تغيير البطاريات في جهاز أكيوتشيك جايد، لا داعي للقلق، سيتم حفظ بيانات سجلك في أثناء نزعهم واستبدالهم. حين ينخفض شحن البطاريات سيظهر رمز بطارية منخفضة على شاشة العرض. في حال عدم استبدال البطاريات ستظهر لك رسالة لاستبدال البطارية ولن يكون بمقدورك إجراء الاختبار. كما يجب عليك استبدال البطاريات في أي وقت يتوقف فيه الجهاز أو تكون شاشة العرض فارغة. يستخدم هذا الجهاز بطاريات CR2032 ليثيوم مستديرة. احرص دوماً على استبدال البطاريتين في الوقت نفسه واستخدام بطاريتين من العلامة التجارية نفسها. لتركيب بطاريات جديدة افتح باب البطارية الموجود خلف الجهاز عن طريق دفع اللسان باتجاه الباب واسحب الباب إلى الأعلى ثم افتحه. اضغط زر اليد على النحو المبين لإزالة البطاريتين القديمتين، وذلك ببساطة بسحبهما مع علامة الموجب لأعلى. أدخل البطاريتين الجديدتين أسفل اللسانين الأسودين وزر اليد. ضع الآن باب البطارية وأغلق إحكامه، وبذلك تكون قد انتهيت. إذا استلمت رسالة Replace Batteries استبدل البطاريات بعد تركيب البطاريتين الجديدتين، انزع البطاريتين، اضغط على زر OK موافق مع الاستمرار لمدة ثانيتين على الأقل، ثم أعد تركيبهما. ستجد المزيد من المعلومات في كتيب المستخدم المرفق مع الجهاز. لأسئلة إضافية يرجى زيارة الموقع الإلكتروني acucheckarabia.com. شكراً لاختيارك جهاز أكيوتشيك جايد لقياس مستوى السكري في الدم.